الحقيقة مفيش عيد بيعدي علينا غير لما نكون داخلين كده واحنا عاملين حسابنا ايه اللوك الجديد اللي انا هعمله، وعشان يبان عليا التغيير لازم اللوك ده يبقى في شعري، بقى هقص شعري، هطوله، هصبغه لون مختلف عن اللي انا متعودة عليه. طب عشان اعمل الحاجات دي مش لازم اعرف ايه الموضة بتاعت 2024؟ يعني اروح اعمل شعري لون وهو مش طالع موضة؟ طب انا لو مشيت حسب الموضة بقى هيليق عليا؟ الحقيقة يعني دايما بنكون حريصين ان احنا في مانيا جدا ان احنا نقدم لك بقى كل الحاجات اللي تخصك انت كمان، يعني زي ما بنتكلم عن اسرتك وعن حالتك النفسيه، عن علاقتك بزمايلك والحاجات العامه اللي احنا بنتكلم فيها، النهارده جايين نكلمك انت بقى شخصيتك انت ازاي تعملي لوك جديد خاصه في شعرك واحنا داخلين على الاعياد وداخلين على السنه الجديده. واللي هشرفنا النهارده بالاجابه على كل اسئلتنا وهتدينا نصايح حلوه وجميله استاذه نسرين جبرائيل خبيره تجميل، اهلا بيكي. اهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه ومنورانا في مانيا. طيبين وكل سنه وانت طيبين وسنه سعيده على كل البرنامج وكل المشاهدين. نسرين ازيك؟ كل سنه طيبه. كل سنه طيبه. بصي بقى، هو احنا بقى لنا كذا سنه الشعر الطويل ده بقى موضه والكده ويهفهف على كتفينا وحاجات كده هو يعني، والناس تقعد وبواريك بقى وحاجات، يعني الناس كلها الحقيقه شعرها بقى جميل وطويل. قولي لي في 2024 هل الشعر الطويل برضو هو مازال متربع على العرش، ولا في قصات بقى مختلفة، ولا برضو شعر طويل وقصات مختلفة، يعني برضو قصات للشعر الطويل، ولا رجع تاني للشعر القصير؟ لا، الطويل دوت محدش بيتنازل عنه، لا ينتهي برضو موضة لا تنتهي. موضة لا تنتهي. من كام سنة برضو كان جي كل الناس قصت شعرها وبقت موضة قوي الشعر القصير. ميرفت عايزاكي تقولي الشعر القصير موضة عشان تروح، عشان أنا عايزة أقص. فأنا عايزة أصلحها مني وتسجلها. أنا عايزة أقولك إن أنا قعدت سنين أول ما اشتغلت في القناة كان شعري قصير قوي، وبعد كده طلع موضة الشعر طويل، يلا قلت يلا تعالي على نفسك وطولي. يعني هو جميل برضو كده، ربنا يخليك. فقولي لنا النهارده، هو حتى لو احنا نفرض قصينا قصه معينه، في حلول تانية برضو، في ناس بتركب اكستنشن وبتركب دبل فيس ونانو كاربون، في حلول كتيره بقى اللي عايز يطول بيطول. بس عموما الشعر الطويل بيبقى شكله حلو والشعر القصير بيبقى شكله حلو، كل واحد على وشه وشكله القصه والشخصيه. طيب. يعني الناس كمان يعني خدت عليا انا شعري شكله كده، لما اجي اطول قوي بشويه بيختلف، لما اجي اقصر قوي شويه بيستغربوا شويه في الاول، بعد كده الدنيا بتتعود. بس اهم حاجه ان انا اعمل حاجه تليق على وشي، ما اعملش حاجه وخلاص. يعني طب مش القصات دي موضه دي ولا ايه؟ دي موضه، دي الفراشه القصه الفراشه اللي عدت دي موضه جدا، بس كل ده شعر قصير. ده موضه برضو، كله قصير وموضه برضو، القصه تبقى اطول. بس ده بقاله يعني طالع موضه بقاله سنه او سنتين ان الشعر يبقى كله كيرلي والقصه اطول شويه من الشعر، وما زالت برضو موضة. كل البنات بتحب دايما اللي هي القصة الفراشة اللي هي بتبقى طايرة على قدام داخلة على الرقبة كده دي شوية، ما زالوا بيحبوها جدا. دي قصات ممكن تنفع في مناسبات، دي في المناسبات والعرايس، حتى العروسة كان يعني العروسة اهي مش ما بقتش تعمل الفرم اللي هي بتاعت زمان، الشنيو اللمو كده، لكن حتى لو عملوا شنيو بيبقى هادي ورقيق. يعني ما ينفعش مثلا واحدة عروسة تكون وشها بتول شويه نروح نعمل لها شنيو نطلع الدنيا اكتر، لا، الحاجات دي بتليق عليهم اكتر وبتخلي وشهم احلى. ايش يعني حضرتك اشرحي لنا كمان على دي بقى، بنوته دي برضو عاديه ولا فرح؟ برضو دي كلها مناسبات، كل ده مناسبات برضو. بس يعني موضه 24 موضة دلوقتي الشعر الطويل والقصير، بس اهم حاجه يكون بيليق على الوش. اهم حاجه اللي نفكر فيها ان احنا نبص على وشنا وايه اللي يليق على وشنا، دي اهم نقطه. طيب. اللون او القصه؟ لا، نخش على الالوان بقى. يلا، دي الالوان دي اللي مجننانا. احنا لو الالوان دي اللي موقعلنا شعرنا كلنا، يعني اللي هو قبه الاصفر طالع موضه ننزل نفتح شعرنا. لا، ده الاسود رجع تاني، نقوم رايحين بعد ما يكون وقع فاضل صدقيني لو عملتي ايه؟ ما هصفر. الوحش وحش. صدقيني لو عملتي ايه برضه؟ لا، بس الالوان دي ليه؟ طب احنا نيجي نغير الفكره، ما ممكن نصفره تحت كده عند الاطراف. نصفر تحت. بصي هتخليكي تخرجي من الحلقه النهارده وانت عامله طالع موضه جدا، يعني الاطراف كده تعملي خصل بسيطة كده تحت هيبقى جميل. تدفعي كام؟ لا، من انت تاخدي عيوني. يعني الأصفر طالع موضة؟ عيوني. الأصفر طالع موضة السنة دي؟ طالع. بصي أهو. أصفر
اللي طالع موضه والجراي طالع موضه جدا وده الجراي شايفه ده وده الطرف زي ما بتقولي ده اللي بيدمر شعر الناس الستات اكتريه الستات انا عايزه اوصل للون ده مش عارفه اوصل ازاي افضل افتح على قد ما يا نسرين ايه ده خروف صدقيني صدقيني انا لو حطيتها على راسي الناس هتقول فيه خروف ماشي بصي بتتريق ده بياخد شغل جامد ده ماشي لا ده عايزه اقول لك ده بيليق على الناس معينه اللي هي بشرتهم البيضه قوي الاجانب هتخرجينا من مش انا صح لا على فكره عايزه اقول لك على حاجه بقى انا شعري فاتح دلوقتي قبل ما اعمله بقى فاتح كان غامق فكان كله اقول له كل ما اقول حد عايز افتح يقول لي لا انت لوني خمري ما يليقش معاكي الفاتح بس الحقيقه بعد ما فتحت اكتشفت ان الناس اللي لون بشرتها خمري بيليق معاها الاصفر ممكن يكون اكتر من اللي بشرتهم فاتحه بيليق عليها درجات معينه من الاصفر مش كل درجات الاصفر القش يعني ما ينفعش احط اصفر محمر على لون خمري لا الدرجات اللي حضرتك عاملاها دي تليق عليكي يعني لايقه عليا جدا خلاص انا لا جدا وحي اللي عمل اللون لا جدا حلو جدا فلكن طيب. الدرجات المحمره طب والبشره الفاتحه بقى يليق معاها ايه بصي البشره الفاتحه مش متعبه في الاصفريات خالص يا بختك خالص يا بختك يا اللي في بالي صدقيني لو عملتي ايه يا بختك يا اللي في مش متعبه خالص والاحمرات طالعه موضه السنه دي بتليق برضو على طالعه موضه السنه دي مش قوي مش زي كان جه وقت علينا كان الاورنج والاحمر واللون الالوان يا بنتي اورنج اخضر لا اخضر ايه شتوي هو لون شتوي اصلا الاحمر والنبيتي وال لا السنه اللي فاتت عارفه اللون النحاسي النحاسي طالع موضه جدا السنه دي بقى ايه لا مش طالع قوي زي السنه اللي فاتت مش طب يعني البني الحلو ده يعني البني ده ما بيبطلش شو ميرفت ده مده 24 السنه اللي بعد 24 لغايه لما ربنا يدينا ماشي 24 ماشي 25 مكمله طب خلاص لا ده الالوان دي اللي بتبطل خلي بالك ماشي ما بيبطلش البني حلو جدا على كل البشره خمري تمشي ابيض يمشي باختلاف تقنعيني لا يعني حضرتك لو عملتي البني افتح درجات الاشقر مش بني افتح هتليق عليكي جدا مع الخصل هتبقى حلوه جدا خلاص يعني لو ميرفت بس الدرجه دي جميله انا هبني تجيبيني على الزيرو لو ميرفت لا مش قصدي اصفر ميرفت صفرت لو عملت اصفر انا هعمل بني اصلا كمان طالع موضه غالبا مش هتعملي انت بني لومبري طالع موضه جدا ان ما يبقاش الاصفر من اول درجه الشعر فوق لغايه تحت لا بيبقى في تدريجه كده بأمبريه كده لغايه الاطراف تحت من لغايه ده بقى يليق على كله ده يليق على كله بصي اللون اللي انت عاملاه ده تحفه بصراحه جدا ده لو لايت ده ولا ايه؟ ده لايت بسيط ودي باروكه على فكره يعني ده مش باينه ليه كشفتي احنا مش عارفين احنا ما كناش هنقول عادي لا عادي احنا قولي لي ايه الالوان الثانيه يعني اشرحي لنا غير البني انا شايفه كذا لون اللي في النص ده ايه دوت لون ده اشقر درجه من درجات الاشقر بس مدي نحاسي شويه مش بس هي من اول درجات الاشقر يعني ده موضه برضو موضه حلوه قوي احنا عاملين فيها حاجه للكريسماس علشان اللي يروح اللي يروح راس السنه يا ريت نعمل يعني احنا صبغنا وقصينا ونعمل حاجه للكريسماس كده نحس بالعيد وافراح العيد عاجبني الخروف وفي البني ده بني غامق مش فاتح ودي قصه كاريه بس والقصات برضو طالعه موضه في كتير بيقص ممكن نقص على طول شعرنا على فكره احنا مش لازم نقصر يعني لو شعر حضرتك كده طويل مش عايزين نقصه احنا ممكن نقصه على نفس الطول وندي شكل يعني ممكن يعني نعمل بقى من قدام الفراشه اللي انت كنت بتقولي عليها والديجرادي صح والديجرادي لو نانسي بتحب القصير قوي دي نفسها تقص شعرها بس انا اللي ماسكاها ايوه لا طوله حلو بس لو انت عايزه تغيري خلاص ما هو كلنا بنحتاج ان احنا عايزين نغير شويه نجدد شويه في ناس دايما تقول لك انا وشي ما بيليقش عليه القصير جربت كتير اقصر شعري بس انا بحس ان انا لما بقصر ببان ان انا وشي تخين وناس تانية تقول لك انا بطول شعري وكل ما اطوله يديني وشي احس ان هو طويل فايه اللي بيخليني احس الاحساس ده ولا هل فعلا الوش المدور يليق عليه القصير والوش الطويل يليق عليه الطويل ولا ايه هو الوش المليان شويه لو حد مثلا وش معانا هنا بصي على الشاشه حضرتك هنا قدامك شاشه هنا ده اللي فوق ده شكل القلب ده وش القلب اهو لو سايبه شعرها ولا اللي لما يعني لو تاخدي بالك القلب تحسي ان هو بيليق عليه اللم بسيط ومش مشدود قوي ونازل شويه الشعر على الوش
في تحته المربع. اه دي قصات وهي. ايوه. وفي انا بس عايزه اقول معلومه مهمه قوي، ان في ناس لما يبقى وشها هنا مليان بيبقى هنا شويه مليان، رقبتها مليانه شويه. كل واحده فينا ليها جمال. كل واحده مليان، رفيع، طويل، قصير، كل حد لينا ليه جمال، بس احنا محتاجين ان احنا ناخد بالنا من ان احنا نبين الجمال اللي فينا. ده والشعر عامل زي الكونتور كده بالظبط، بنداري ايه ونغطي ايه، تحسي ان احنا معانا كمان صور تانية، في صور تانية. اللي وشها طويل، انا نفسي برضو اعرف المعلومه دي، لو واحده وشها طويل تعمل قصه ايه يعني؟ كريم ما ينفعش تقصره قوي يعني. كريم ما تقصرش هنا، هتبين الطول اكتر. كريم هنا يعني نطول من هنا شويه، نطول. مين فيهم معانا هنا على الشاشه؟ مين اني واحده؟ اول واحده اهي شايفه، هي هتلاقيها اول واحده عامله هنا كريم، والناحيه الثانيه كريم. بصي في النص ده وش مدور اول واحده ولا ايه؟ لا بيضاوي. بيضاوي بيضاوي. الثاني مربع. مربع. الثالث مدور. يعني الطويل ده لو عملت فوليوم فيه بيبين بيبين العيوب اللي في وشها. مش فوليوم قوي يعني، مثلا لو هي مسيبه فوليوم بسيط قوي، بس مش بحب ان هو زيرو فوليوم يبقى احسن معايا. لكن مفيش حاجه اسمها دي وشها طويل لازم تقص، او دي وشها طويل لازم تطول، ممكن تخليه طويل بس تقصه بطريقه معينه. طب ممكن انا اعمل كل ده بالجزء بتاع القصه والقدام. ما انا ممكن اعمل ده واحافظ على اللي ورا. الوش المدور اللي زي نانسي كده. ايوه انا وشي فعلا مدور. الوش هتقول دي ما تاخدش بالها يا جماعه. لا بجد الوش المدور زي حالاتي كده. لا زي انا يعني بجد ايه اللي بيعني. لا لا انا بحسدها طول الوقت. هي كل شيء وشك مدور. وشك مدور. ايه اللي بيليق عليا يا نسيم؟ كله جميل. اللمنه على فكره يليق قوي على الوش المدور. بيليق عليه ديل الحصان، بيليق برضو على الوش المدور حلو جدا. الديجرادي برضو لفوق كده يليق زي ما حضرتك عامله، برضو يليق على الوش المدور. لا الوش المدور بتجاملني وتقولي زي اللي انت عاملاه، واخده بالك؟ لا ده حقيقي. واخده الوانات كلها، واخده قصات كلها، انا بحقد عليها. لا اشهدوا اشهدوا، عشان هي قالت انا بحقد عليها. اللي مليان من هنا بنصحه دايما بلاش يقصر الشعر قوي هنا، لان هنا هتبان الحتت المليانه لو قصرت قوي. تطوله من الجناب وممكن ترفع كده، هيداري شويه الجزء اللي هو هنا يعني مش هيبان. لكن لو حد وشه منحوت عادي ما عندوش فكره الرقبه المليانه عادي مفيش مشكله. مش لكن قصير ولا لكن طويل؟ لا مش يعني ابتدائي، مش هيبقى في مشكله زي المليانين من في جزء هنا، ناس عندها مليان هنا لكن ده بيبقى بيظهر اكتر في المدور والمربع صح؟ الجزء المليان ملهاش علاقه. ممكن ممكن وش طويل ويبقى عندهم برضو ممكن شويه. ممكن ملهاش علاقه، بس لو اكتر بيبقى فعلا في المدور. يعني احنا اتكلمنا عن الالوان وازاي البشره الفاتحه ايه والبشره الغامقه، هل في الوان تغمق؟ يعني لو انا حتى بشرتي فاتحه وعملت اي الوان دي ممكن تغمقني ولا تغمق الناس السمر مثلا؟ لو واحده سمراء اصلا اللون ده هيغمقها. برضو فاهميني يعني. يعني ممكن في واحده فعلا تعمل لون يغمقها ما يفتحهاش وما يبانش غير لما تحط ميك اب. يعني تبتدي تظبط نفسها في الميك اب وبرضه تحس نفسها ان هي غامقه اغمق من الطبيعي او بهدى او بهدى بالظبط. ما هو بصي اللي هتعمل لون لازم تبص على لون بشرتها. على ممكن كمان حواجبها ورموشها شخصيتها، كل دوت بيتحكم عليه اللون. ده كتالوج بقى. ده كتالوج كبير قوي يعني. كمان القصه كمان نوع الشعر. القصه نفسها ممكن تتحكم في ثاني. بس ده نوع الشعر ايه بيفرق في القصات وبيفرق كمان في الصبغات. يعني انا مثلا حد يجيب لي صوره يقول لي انا عايز اللون ده، ابص على شعرها بعيد عن كمان بشرتها، لا ما ينفعش اللون ده على شعرك. يعني في شعر خيلي مثلا ينفع فيه قصات، ممكن اقص نفس القصه في شعر حد تاني شعر عادي ما تجيش نفس القصه، رغم ان ممكن اقص نفس القصه هي بالظبط طبيعه الشعر بالظبط. ده بالنسبة للقصة، لكن الألوان كمان حسب نوع الشعر. وبرضه حسب نوع الشعر. يعني شعر يعني الخيلي مثلا ينفع مع البلوندات. الشعر الخيلي ينفع مع البلوندات طبعا. صح؟ الأصفرات والحاجات دي. عايزة أقول لك إن في ناس مثلا يعني اسمه خيلي، يعني لون الأسود المزرق الجميل ده. يعني جاي من اسمه. ما احنا بنعمل عشان العيد بقى والناس تفرح. العيد عشان نفرح. عايزين نفرح. والمناسبات وكده. وزي ما بقول لك ممكن ما نصبغش شعرنا من أول فوق. احنا الناس طالما ما فيش أبيض فوق
ممكن ننزل تحت شوية، نغير تحت شوية، ما فيش مشكلة خالص. طيب السؤال بقى المهم جدا، لاني طبعا توفيرا بقى للفلوس بتاعه الكوافرات والصبغه والماتيريال اللي بقت اسعارها بقى هلاميه واصفار كتير بنشوفها بعد ما نروح عند الكوافير، كل واحده عايزه تعمل لون في البيت، تقدر تصبغ ازاي بطريقه سهله وبسيطه؟ إيه ماشي، احنا في البيت ممكن في حاجات ينفع نعملها وحاجات هتبقى صعبه ان احنا نعملها، ممكن نبوظ الدنيا ونعيط وننزل نرجع نصرف اكتر ما كنا صرفنا. سهل قوي نعمل الوانات البنيات في البيت، الغوامق في البيت اسود سهل جدا، وخصوصا الناس اللي عندها شعر ابيض بيحبوا دايما اول ما بيطلع الابيض بيبقى ملل ان هم كل شويه ننزل نروح الكوافير وهنصبغ الجزء، فده سهل جدا لو هتعمله الوان بنيات هاديه او غامقه، زي يعني مثلا ممكن زي الدرجه اللي هي في الاول او اللي بعدها كمان الاشقر الغامق ممكن يتعمل في البيت، الاثنين اللي هم معانا دول سهل ان هم يتعملوا. طب خليني بقى اقف مدام قلتي ابيض، لان في ناس كتير تجيب الصبغه وتبتدي تعملها وتلاقي الابيض برده منور ومختفاش، في بقى تركايه ممكن تعملها بحيث انها تقضي على الابيض؟ تلاقيها هي بتجيب صبغه بقى فاتحه، فالفاتح دايما ما بيشربش الابيض بسهوله. طب ما هي يعني الالوان، ما هو اللون التاني ده فاتح. ميكس، في حاجات بتتعمل ميكس. في طريقتين ممكن نعمل درجه للون، مثلا لو بني يبقى هو درجه، والاغلب البني اللي بيبقى حلو وشيك بيبقى دايما درجه 6.1 او 6. تمام، احنا قلنا اهو المعلومات قلت كل 6.1 او 6 او 6 دايما، ده بيبقى حلو جدا مع ناس كتير ومع بشرات وبيلقط فيه الابيض، وبيلقط الابيض حلو جدا من غير اي حاجه. طيب، مش بيبقى معايا حاجه. طب انا عايزه افتح شويه، ممكن اعمل ميكس اعلي في الدرجات شويه رقم 8، او ممكن اعمل طريقه ان انا اصبغ طالما انا في البيت مره حته اللي هي قلنا عليها 6 غمقناها شويه، نغسل شعرنا تاني يوم تفتح بالدرجه اللي هي 8 مثلا او 7، وال8 احلى من 7. ممكن نصيحه سريعه كده وانا رايحه اصبغ او اقص شعري، تقولي لنا ايه في ربع دقيقه لازم اغسل شعري؟ بلاش معلومه ان شعري يبقى ما مش نظيف وانا بغسل، لازم اغسل شعري، لازم لازم الشعر يبقى نظيف من كل دهون ما فيهوش تراب، علشان لما الصبغه تتحط على الشعر تبقى الدنيا حلوه. وبعدين في مواد بتحافظ دلوقتي بنحطها، العلم اتقدم بنحط حاجات بتحافظ على الشعر. جميل، يعني الحقيقه نصايح هايله والوان جميله، وخدنا وطلعنا بمعلومه قيمه يعني والوان جميله، وشكرا بجد على وجودك معانا، وكل سنه وحضرتك طيبه. كان معانا النهارده استاذه نسرين جبرائيل خبيره التجميل، شكرا ليكي وشكرا ليكي يا ميرفا. ميرسي يا نانسي وميرسي لحضرتك، كل سنه وانت طيبه، والشكر موصول لحضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين، بنتمنى لكم ايام جميله، ايام قليله قوي بتفصلنا عن سنه جديده، بتمنى لكم ايام جميله واعياد حلوه تقرب العيله كلها مع بعض، ونشوفكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من يجد.